بعيدا عن شيطاني. إن صنع وسط والعيش مع أفراده يقتل العدل فينا. نميل الكفة إلينا طوال الوقت ونهمل الآخر، نهمل أحلامه خلف إبراز ذواتنا دون أن نحس ونؤذي الآخر. فمرحلتنا هذه من الحياة تقترح الوحدة. كنا نحتاج المجموعة حين كنا نهاجم في البر، أما الآن قد نتغاضى عنها رغم الآثار الداخلية القاتمة. ألا يستحق من حولنا بعد التضحية؟ سأحيا، سأبحث عن الأجوبة خارج محيطي لأنقذنا جميعا. كيف أؤمن لأجد الآن مرة أخرى؟ علي إذن أن أسافر بحثا عنهم، أن أرمي شباكي في بحر يخلو من أحلام موتى أعرفهم، أعبد حلمي وأختلي بنفسي لتحقيقه. عقدت العزم أن أسير فلا ألتفت لما قد يكثرني. دخلت بيتي وجمعت ما قد أحتاجه في رحلتي، ثم قررت الخروج في الصباح والاتجاه نحو ما تمليه علي قدمي من خطى. لكن قبل هذا علي قراءة رسالة من سلبته الحياة. فتحت الورقة ثم شرعت بالقراءة. فراق حضر المشنقة، هب علي حزن لا أستطيع مقاومته، وكأن العالم كله يبكي داخلي بدم من فارقت. لا أظن أن السبب واحد، سوف أخنقه ذاك الحزن. لي نزعة في حياة دنيا، في أن أكون شجرة في مبنى ميت. لي نشوى في مد أغصاني دون مغزى. فضاع الحلم، حلمي في روقي. فلتلطف دورة الحياة بنا، فلتحقق حلمك لتحيا، لتكن إله حياتك. سر لوحدك ولا تنظر خلفك بمن ترتبط، إنها نقطة ضعف كل من يسعى، فتفقد سعيك حينها. هذا ما قد تسميه شيطان، يوسوس لمن يملأ حياته بشرا بالفراق. وهل الآلهة وحيدة حتى تحسدنا في من نملك؟ مهما كان، فقد وضعت لنفسي نفس مصير الآلهة. كلانا سندنو، مصيرها حجرة أسفل جذوعي، سأسقط ثماري عليها ردا لجميلها. لقد رأيتك في حلمي تسعى سبيلا مظلما ليس له حدا، وتحمل في يديك مصباحا تنير به أمام قدميك، فتبدو وكأنك تعيد الطريق نفسها بل وتدور في مكانك. فجأة ترمي المصباح والذعر يلبس وجهك، ثم تجري في الظلام لحالك. حلم رتيب يزيد حدة كآبتي، لم أستطع الرحيل دون إخفائه عنك. لو كان حقيقة لأوقفتك وطلبت منك عبادة صوت خطى رجليك وهي ترتطم بالأرض، فهي أزلية لا تزول. إن كنت قد تعلمت شيئا من الحياة فهو أن أؤمن بكل الإشارات التي تعبر أعيننا دون صرير، فلتتخذها عبادة لتقودك نحو حياتك. فاحذر من الشيطان الذي هو كل مزيح عن السبيل. أظن أن الغاز ملأ غرفتي، فالأشياء هنا ترقص فرحا بجماد جديد. كنت سأصبح إلها، أنا شيطان الآن، أنا في حضرتهم، إنهم يحيونك، صديقك أحمد. توقفت الرسالة فجأة وكأن أحمد فقد وعيه، وتذكرت سؤالي عن سعيه ثم جوابه عن الإيمان. لقد طمح إلى الرقي في أبهى مراتبه، كان سيصبح إلها من شدة إيمانه بما يحلم، لكنه خان خطى النجاح فمات موتا أقسى من موته. إنه الآن شيطان. إذن ليته يتخذ أذني بيتا فيضحي بناره ليقودني إلى الحياة. لقد كان الحلم فعلا، إنه يحرق نفسه ويعطيني مفتاح الرب فلا يحرقني، ما عداني عاجه. لقد كانت سعيه في الحياة فضمها لتبقى أحلاما مؤجلة. لعله عاش رفقة إيمانه خلال ثانية من سكراته كما ذكر قبل موته. وهل الشيطان يصدق؟ لقد رآني في حلمه، وحلمه لا يخلو من الحركة، فالانفراد بأحلامي مصباح حياتي في الفلاح. أظنه يؤيد فكرتي في الابتعاد عن محيطي كي لا يوقعني ميتا وسط أضداد أحلامي. لكن لما أرمي المصباح وأجري للأبد؟ مهما حاولت التفسير لن أستطيع تأويله، لأني لا أدري بالمستقبل شيئا.
كأنها ثمار الواقع فحسب، والواقع نعيشه في لحظة فقط. دين اليوم هو حلمي، ووحيه إشارة الحياة، وشيطانه ملاك بروح مخلصة يوقد ملكاتي نحو إدراك ما تكون. وأنا رب الفكرة ثم عبادتها الحياة، بكنز ينتظر كل من صار بجد.